بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل درسنا شباب اللي هو درس اللافقريات، وكنا متوقفين يا شباب على تنوع اللافقريات الحبلية، وإن شاء الله اليوم ننتهي من منهج مادة الأحياء للصف الأول الثانوي مقررات واحد بأمر الله. تنوع الفقريات لشباب الحبلية: جميع اللافقريات الحبلية حيوانات بحرية ومنها شوكيات الجلد، ويوجد حوالي 23 نوع من السهيم في شعبة حبليات الرأس، وتضم حبليات الذيل 1250 نوع من الكيسيات. السهيم يا شباب حيوان صغير يشبه السمكة، لكنه دون حراشيف، ويدفن جسمه في الرمل في مياه البحر الضحلة. يفتقر السهيم إلى الألوان في جلده، ويتكون جلده من طبقة واحدة من الخلايا. له قطع عضلية تمكنه من السباحة بحركة مماثلة لحركة السمكة. السهيم يختلف عن الفقاريات في عدم وجود رأس أو أعضاء حس، إلا مستقبلات الضوء ولوامس حسية صغيرة قرب الفم فقط. يتركب الجهاز العصبي في حيوان السهيم من أعصاب رئيسية متفرعة ودماغ بسيطة توجد في مقدمة رأس الحيوان. السهيم يمر الدم عبر الجسم بضخه في الأوعية الدموية، حيث لا يوجد قلب حقيقي كما في الفقاريات الحبلية. الجنس منفصل، الذكر لحاله والأنثى، يعني لا توجد السهيم لا يكون خنسة، يعني يحتوي أعضاء تسكير الجنس منفصل، الذكر لحاله والأنثى لحاله. التلقيح خارجي، أي يضع الأنثى البيض في الماء وتضع الذكر عليه الحيوانات المنوية، فدي إخصاب خارجي. أدي يا شباب السهيم لا فقار حبلي، له صفات رئيسية للحبليات، عنده لوامس، عنده فم، عنده حبل ظهري، دي مهم طبعا، اربع اشياء لازم تلاقيهم على الرسم، اللي هو الحبل الظهري والحبل العصبي الظهر الانبوبي والذيل خلف الشرجي والمفروض الجيوب البلعوميه اللي هي تتمثل في الشقوق، بالاضافه للشكل الاولي للغده الدرقيه وامعاء وعضلات وفتحه الشرج. الكيسيات، ودي اخر شيء يا شباب ان شاء الله في منهجنا، اللي هي القمصيات، سميت كذلك لوجود طبقة خارجية سميكة تسمى القميص، تشبه الكيس وتغطي جسم الحيوان الصغير. تعيش أغلبها في المياه الضحلة، وبعضها يعيش في تجمعات على قاع المحيط. تكون الكيسيات عموما غير تكون الكيسيات عموما غير جالسة، يعني متحركة. تظهر فيها صفات الممثلة للحبليات فقط في مرحلة اليرقة. يدخل الماء إلى الجسم الشبيه بالكيس في الكيسيات البالغة عبر السفون الشهيقي، وذلك بفعل حركة الأهداب. تجمع جزيئات الغذاء في شبكة مخاطية، ثم تتحرك هذه جزيئات الغذاء إلى المعدة حيث تهضم في المعدة. خلال ذلك يترك الماء الجسم أولا عبر الفتحات الخيشومية في البلعوم، ثم إلى خارج الجسم عبر السفون الزفيري. تتم الدورة الدموية بفعل القلب، دي مختلف عن السهيم، والأوعية الدموية التي توزع المغذيات والأكسجين إلى أعضاء الجسم. يتركب الجهاز العصبي من جزء رئيسي عصبي معقد أو عصبانات متشعبة. الكيسيات خناس، مختلف عن السهيم، السهيم هنا كان وحيد الجنس، الذكر لحاله والأنثى لحال، أما هنا الكيسيات أنها خناس، يعني تنتج
كل من البيوض والحيوانات المنوية في حيوان واحد. هناك كان التلقيح أو الإخصاب كان خارجي أيضا، هنا برضو التلقيح فيها بيكون تلقيح خارجي. تسمى الكيسيات ببخاخات الماء لأنها عندما تهدد أو تشعر بالخطر تكون قادرة على إخراج سيل من الماء بقوة عبر السفن الزفيري فتشوش على المفترس القوي. وهذا شباب يركض زي الحبل تشبه أبو زنيبة ولها جميع صفات الحبليات. هو شباب عبارة عن البلعوم بشقوق خيشومية، الغدة الدرقية الأولية، ذيل خلف شرجي، حبل عصبي، حبل عصبي ظهري أنبوبي. أدي قلت السفونة شباب، أدي كيس قميص اللي بيحميه، ثم الغدة الدرقية الأولية، شقوق خيشومية، أدي السفون الشهيقي، وأدي السفون الزفيري. يشبه الحيوان البالغ في الكيسيات الكيس. الصفة الوحيدة للحبليات التي بقيت في هذا النوع البالغ هي الفتحات الخيشومية البلعومية. خلاصة شباب درسنا اليوم اللي هو اللافقريات الحبلية، أن للحبليات أربع صفات رئيسية جعلتها مختلفة عن الحيوانات غير الحبلية. لللافقريات الحبلية لها جميع صفات الحبليات إلا أنها ليس لها الصفات الرئيسية للفقريات الحبلية. الحبل الظهري تكيف يمكن الحيوانات من الحركة بطرائق لم تتحرك بها من قبل. السهيم من اللافقريات الحبلية له شكل يشبه السمكة، ولأفراده البالغة كل الصفات الرئيسية للحبليات. الكيسيات لافقريات حبلية كيسية الشكل ولها الصفات الحبلية وهي في مرحلة اليرقة. بنكون شباب انتهينا من درس اللافقريات الحبلية، وبنكون انتهينا أيضا من منهج مادة الأحياء مقررات واحد. كان معكم معلمكم محمد زين، مدارس الشعلة الأهلية، القسم الثانوي بمدينة الرياض.